خليني اقول لحضراتكم يعني انه اكيد كتير من صحف الوطن العربي والعالم كمان كانت بتتكلم على انجاز الثلاثيه التاريخيه، ولكن بالتحديد صحف جنوب افريقيا كانت بتتكلم على الانجاز ده طبعا تحت قياده بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي، واللي زي ما حضراتكم عارفين خلاص فاز بالدوري وكاس مصر ودوري ابطال افريقيا في موسم واحد للمره الثانيه في تاريخه. موسيماني نجح في ان هو يفوز مع الاهلي بطوله كاس مصر وقبلها بطوله دوري ابطال افريقيا، وتواجد على راس الجهاز الفني في باقي مباريات الدوري بعد رحيل طبعا سويسري ريني فايلر المدير الفني السابق للفريق الاحمر. وخليني اقول لحضراتكم قبل ما اقول لكم منشطات الصحف انه من ساعه ما موسيماني جه طبعا النادي الاهلي ما خسرش اي مباراه من ساعه ما موسيماني جه. لو بنتكلم على صحيفه كاك اوف كانت بتقول الاهلي وطلائع جيش بتقول بيتسو يقود الاهلي لثلاثيه تاريخيه. صحيفه ثانيه كانت بتقول عن تتويج موسيماني بيتسو يفوز بكاس اخر مع الاهلي. الناس في جنوب افريقيا مبسوطه جدا بالانجاز اللي عمله بيتسو موسيماني مع النادي الاهلي، وشايفين انه في وقت قليل جدا قدر انه يحقق ده، فما بالك بقى اللي جاي ان شاء الله يا احمد. اللي جاي شعاره اللي بعده.